السائل فاء نون ألف يقول: نقوم بترسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد، فنصلي عليها قبل الذهاب بها للمسجد، فأنكر علينا بعض الناس بقولهم: الصلاة الأولى فرض كفاية وما بعدها سنة، ماذا نفعل؟ لا بأس بذلك، تصلي على الجنازة والأمر واسع، تصلي عليها وحدك أو مع الجماعة في المسجد أو خارج المسجد، كله جائز والحمد لله. حتى لو احتاج الأمر إلى الصلاة عليها في المقبرة قبل الدفن لا بأس بذلك، الأمر واسع في هذا.